قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هل معنى ذلك أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يحضر عند قبره ويطلب المغفرة منه؟ هل كان الصحابة يعملون هذا؟ صحابة الرسول الذين تلقوا القرآن والتفسير عن الرسول، هل كانوا يجون يستغفرون عند قبر الرسول؟ ما كانوا يفعلون هذا، إنما يؤتى إليه في حياته صلى الله عليه وسلم فيستغفر للمؤمنين ويستغفر للمذنبين عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته ما كانوا يأتون عند قبره ويقولون نستغفر الله عند قبر الرسول أو يطلبون من الرسول أن يستغفر لهم. والصحابة هم القدوة، ليس القدوة في الحثالة الذين جاءوا من القبوريين فيما بعد، قدوتنا القرون المفضلة، هم قدوتنا. نعم.